والله الامتحان زي الزفت. مستوى الامتحانات السنه دي مش في مستوى الطالب المتوسط، والاسئله كلها مش جايه مباشره، وفي مشاكل كتيره بسبب انه طويل، ويعني ما بنقدرش في الوقت المحدد ان احنا نخلصه. والله ما حدش عارف، يعني هم بيحاولوا يقررونا في الازهر، بيقولوا علينا ان احنا طلاب بنعمل مشاكل وارهابيين. احنا اول ناس في مصر امتحاننا بوكليت، وبرده ما حدش اتكلم علينا، والعام امتحن بعدينا وكل الناس بتتكلم عليهم وخدوا كل الشو الاعلامي. هو النهارده الامتحان كان جاي صعب، ومش اول امتحان يجي صعب، كان في فيزياء قبلها صعبه، كان في ميكانيكا، تقريبا مستقصدين العلمي مش الادبي بس. فكره الامتحانات بتاعه الازهر كلها بتيجي صعبه. انا شايف ان هو اضطهاد بيكرره الناس في الازهر. هو عامه كان ابويا مدخلني الازهر عشان اطلع شيخ والكلام ده، فبحب اوجه رساله لابوات، ما مش لاش الازهر اللي هيخلي من ابنك راجل محترم يعني. بس لا وحش جدا، وما بيسيبلكش المسافه اللي تعرف تحل فيها. بس سلم امتحان والله العظيم زفت، والله بجد زفت جدا. يعني 10 بوكليتات حللهم في البيت بتوع البوكليت، بتاع كتاب البوكليت، لا هم 10 اللي انا حليتهم، هم 15، 5 تاني ما كملتهمش، هم ال 10 بوكليتات حللهم ومع المستر وشارحهم، مفيش اي حاجه جت منهم غير مساله واحده، والله العظيم مساله واحده بس. في خطه هم منهجنا ان انت تخش اول سنه مجموعك ما يبقاش كويس، فيا تعيد تاني سنه ويبقى حظك قدها سنه على عمرك، يا اما ترجع تاني وتخش دور تاني وبرده مش هتجيب مجموع. فانت مبدئيا هو عايزك تخش كليه تعبانه، مش عايزك تخش كليه قمه. مدرسين المدارس بلح، كله بدروس خصوصيه، لازم تحضر من اول السنه مع المدرس لحد اخر السنه مع المدرس وتدفع فلوس عشان تعرف تنجح، عشان تعرف حتى تجيب درجه النجاح. هو اللي بيذاكر قوي يعني ده امتحان صعب يعني مش عارف اقول لك حل، بس يعني امتحانات ما تجيش اصلا. عايزين يخربوا الازهر او يشيلوه، عايزين يشيلوا الازهر خالص. امتحاننا ده كان صعب جدا وتقيل جدا، ومش على اي مستوى الطالب الطبيعي. الطالب الطبيعي احنا كنا بنحاول نحل امبارح، حلينا اكتر من 12 امتحان، جايين النهارده مش عارفين اي امتحان تقدر تحله. مش عارفين، هو بقى كده بالظبط 4 سنين نسبه النجاح يا اما 7% يا اما 12%، يعني نسبه زي الزفت مش نسبه التعليم اصلا.